الاستعدادات لاستقبال النادي الأهلي؟ النادي الاهلي سيصل ان شاء الله فجر اليوم، وسنكون في انتظاره كلنا في مطار اديس ابابا. الكابتن سعد الحفيظ بقى هنا يومين، ولقاءات مع رئيس اتحاد الكوره الاثيوبي، ولقاءات مع رئيس نادي البن واداره نادي البن. والحقيقه هناك استعدادات كبيره، لانه نادي الاهلي طبعا نادي عريق، والكل هنا يعلم قدر النادي الاهلي ويعلم مكانته ويعلم شعبيته. وايضا فريق البن الاثيوبي فاروق فريق هو يعني اكثر الفرق شعبيه هنا، وبالتالي هناك استعدادات كبيره، ونتطلع الى ان شاء الله يعني مباراه ممتعه لشعبي البلدين، وتضيف للروح الاخوه والصداقه بين الشعبين. بس انا سعاده السفير كان ليا الشرف ان انا كسبت البن الاثيوبي في اثيوبيا وانا ماسك النادي الهلال السوداني، كسبته 2-0، فاتمنى يعني النادي الاهلي يعني يتكرر التجربه. انت من العلامات الكرويه الكبيره، والكل يعني يعتز بيك، وان شاء الله يعني كده يعني النادي الاهلي يؤدي اداء متميز ويسعد جماهيره ان شاء الله. طب ما فيش قلق بالنسبه للبلد يا سعاده السفير؟ ليه يا كابتن؟ البلد الوضع مستقر طبعا، يعني الفتره الماضيه سال لي بعض الاصدقاء وبعض يعني محب النادي الاهلي عن الوضع هنا. الوضع هنا مستقر تماما، العاصمه الاثيوبيه ليس فيها اي شيء يعني يقلق على الاطلاق. الجو هنا هو الجو مستقر، جو المناخ العادي والجو السياسي كل شيء مستقر. طبعا دائما يعني من يلعب في الكره، وحضرتك جربت قبل كده ارتفاع المدينه عن سطح البحر حوالي 2300 متر بالظبط، بالطبع يجعل هناك نقص في الاكسجين، وهذا طبعا سيكون تحدي على لاعبي النادي الاهلي ان يتجاوزوه، لكن يعني ثقتنا فيهم كبيره ان شاء الله. ان شاء الله يا سعاده السفير نتمنى النادي الاهلي يتجاوز هذه المحنه، لانه قدم مباريات غير مرضيه في الامارات، والحاله النفسيه اللي فيها لعيبه ان شاء الله تبقى اثيوبيا هي البدايه. سعاده السفير، في بعض الصحفيين لم يحصلوا على تاشيرات، فبالتالي مش هيجوا مع النادي الاهلي. الحقيقه طبعا كنا نامل ان الكل يكون موجود هنا، بعد النادي الاهلي وكان سيد عبد الحفيظ ابلغنا ان البعثه فيها طبعا 36 فرد. وهذه البعثه تضم عددا كبيرا من الصحفيين والاعلاميين، وكلهم يعني حصلوا على التاشيرات وسيكونوا موجودين. يعني كل الاسماء التي قدمتها بعثه الاهلي حصلت على تاشيرات واتت. ربما بعض الاسماء قدمت في مرحله لاحقه في وقت متاخر، فربما كان الوقت ولم تكن ضمن يمكن القائمه التي قدمها النادي للتاشيرات، فيمكن كانت في وقت متاخر. طبعا كنا نامل ان الجميع يكونوا معنا هنا، يعني ويكون معنا اكبر عدد من اخواننا واحبابنا ومشجعي النادي، وطبعا الصحفيين المتميزين. كنا نامل الكل يكون موجود، لكن طبعا في بعثه صحفيه ايضا كبيره بالفعل ضمن من سيحضر اليوم، وسنستقبلهم فجر اليوم. طبعا طائره مصر الطيران تصل حوالي الساعه 3:30 فجرا بتوقيت اديس ابابا، وسنكون كلنا في انتظارهم. طبعا كنا نامل ان يكون معنا عدد اكبر من يعني الاخواننا المتميزين الاعلاميين والصحفيين والجمهور، لكن زي ما نقول البركه في من سياتي، وان شاء الله في لقاءات قادمه يكون معنا عدد اكبر ان شاء الله. استاذ سفير، حضرتك عارف طبعا اثيوبيا بالنسبه لنا منبع النيل هناك، وانا عرفت ان السيد وزير الري هيكون موجود في نفس التوقيت اللي فيه النادي الاهلي، هل هناك اتفاق مع وزير الري الاثيوبي وتتعمل قعده بقى على شرف النادي الاهلي ونشوف مشاكلنا مع المنطقه دي ايه؟ بالطبع السيد وزير الري سيكون حاضرا هنا. طبعا هذه يعني هي يعني مصادفه سعيده زي ما بنقول، لان هي بتكمل الصوره. حضرتك تفضلت وانت مصيبه كابتن مصطفى انه علاقتنا باثيوبيا علاقه حيويه استراتيجيه وعلاقة هامة وفيها مصالح كثيرة للشعبين والبلدين. السيد وزير الري لقاءه هنا زيارته كانت يعني مجدولة سلفا للقاء مع وزير الري الاثيوبي ومع وزير الري السوداني في لقاءات تتصل بالفعل بملف المياه، وبالتأكيد وسيتم طبعا هذا اللقاء سيحدث وسيتم، والسيد وزير الري حريص يحضر مباراة النادي الأهلي، وسيكون حضور المباراة ضمن البرنامج بتاعه. وطبعا سيكون هناك لقاءات تتناول هذا الملف الحيوي والمهم، لكن اعتقد انه يمكن يعني مباراه النادي الاهلي تاتي في توقيت له دلاله ايضا، لانه
العلاقة مع إثيوبيا علاقة متشعبة ومتعددة الأبعاد. أكيد. هناك ملف المياه لك، هناك أيضا ملف الاقتصاد والتجارة والزراعة وملف الرياضة والثروة الحيوانية يا فندم. والثروة الحيوانية هامة جدا يعني. تمام بالطبع. لا سعاده السفير، ما انا قديم يا ريس، انا قديم يعني. ان شاء الله سعاده السفير، ان شاء الله سعاده السفير، ربنا يخليك، ربنا يخليك سعاده السفير. واحنا بنشكر حضرتك جدا، تكون معانا هنا يا كابتن مصطفى. والله وانا نفسي، والله لنا اصدقاء، الاستاذ تيسير هناك، الاستاذ ادريس ومدام تيسير، دول متربيين معانا في النادي الاهلي. طبعا كنا معه اليوم، كنا معه امس واليوم، ومعانا الاستاذ ادريس والدكتور مدام تيسير. طبعا دول حبايبي، دول حبايبي سعاده السفير. ان شاء الله تحياتي لاهل اثيوبيا واخواتنا هناك وكل رجال السفاره المصريه هناك، وان شاء الله يرجعوا لنا بالثلاثه بونت والميه ان شاء الله سعاده السفير. شكرا سعاده.